بسم الله الرحمن الرحيم. تفاجأت يوم أمس بمشاهدة البرنامج الذي تم عرضه في قناة البحرين الذي استضاف رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماري خوري ومدير السجن جو هشام الزياني، وأحببت أن أوضح الواقع الذي نعيشه في سجن جو. إذا كان كلامهم صحيح فإني أطالب مدير السجن بمحاسبة المقصرين بأداء واجبهم. أولا، منذ أن تم إيقاف الزيارات حتى اليوم لم يتم توفير خاصية الاتصال المرئي في السجن. ثانيا، هل الإجراءات الاحترازية تستطيع الكشف عن الفيروس إذا الحالة لم تظهر عليها الأعراض؟ الإجراءات غير كافية، الحراس يختلطون مع السجناء بشكل روتيني ولم يتوقف. ثالثا، لم يتم تعقيم المبنى إلا مرة واحدة فقط عن طريق الديتول. رابعا، لا نزال نطلب توفير مستلزمات النظافة من مطهرات ومعقمات. نحن نعيش في خطر محدق ونحن لسنا في أمان من تفشي كورونا في السجن بسبب الإهمال من إدارة السجن. علي عبد الحسين علي الوزير 7/4/2020. والسلام. سجن جو.